خلد سامي الجابر اسمه في تاريخ المنتخب السعودي والمشاركات العربية في كؤوس العالم بقصة إرادة وعزيمة لا تزال راسخة في أذهان محبي كرة القدم في الوطن العربي. انتقادات عنيفة ومطالبات بالاستبعاد والاعتزال سبقت الجابر إلى ألمانيا في مونديال عام 2006. الجابر اللي كان يبلغ من العمر 34 عام ما تأثر بمنهاجة متواجدة في صفوف الأخضر، فوسط اتهامات بالمجاملات وتضييع الفرصة على لاعبين آخرين، وخلال لقاء السعودية وتونس شاهد الجابر الشوط الأول من المباراة على مقاعد البدلاء، ولما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 طالب ماركوس باكيتا المدير الفني للأخضر من الجابر الاستعداد للمشاركة ليدخل الملعب في الدقيقة 82، وبعد مشاركته بدقيقة واحدة ومن اللمسة الثانية انفرد سامي بمرمى المنتخب التونسي ليسجل هدفا تاريخيا ويصبح هداف العرب في كؤوس العالم. الجابر بهذا الهدف صار أكبر لاعب عربي يسجل هدفا في تاريخ المونديال، بالإضافة إلى أن أول لاعب عربي يسجل في 3 نسخ مختلفة من كؤوس العالم بعد عام 1994 و98 و2006.